صباح الخير. النهاردة هنعمل 3 زيارات في مكان واحد، متحف أم كلثوم، قصر مانستيرلي، ومقياس النيل. التلاتة موجودين في أرض قصر مانستيرلي في مانيال الروضة في طرف الجزيرة. طبعا لا يخفى عليكم أن السبب الرئيسي من الزيارة هو متحف أم كلثوم، طبعا أعظم مغنية في التاريخ، محدش يقدر ينكر الكلام ده، بس هي أم كلثوم أكتر من كده بكتير. يعني أم كلثوم هي اللي حببتنا وعلمتنا اللغة العربية. يعني ممكن عادي جدا تلاقي فلاح في الغيط او واحد في القهوة امي لا يقرأ ولا يكتب وحافظ ابيات الاشعار بتاعت اغاني ام كلثوم، وعشان يحفظها ويحبها لازم يفهمها. فيعني طبيعي انه يفهم يعني ايه شيمتك. ام كلثوم مكنت المرأة قبل ما يكتشفوا كلمة تمكين المرأة، لما كان كل المطربات بيغنوا هم قاعدين كانت أم كلثوم بتغني وهي واقفة. شوف الصورة، واقفة في مجتمع ذكوري وكل المسرح رجالة قاعدين بيتفرجوا عليها، قاعدين تحت بيبصوا لها كده. أكبرت الرجال إنهم يحترموها، يحترموا هذه المرأة. أم كلثوم في الوقت اللي ما كانش لسه فيه سيدة أولى، جت السيدة الأولى أو الوظيفة دي جت مع السيدة جيهان السادات وبعديها السيدة سوزان مبارك. أيام عبد الناصر السيدة تحية كانت ست زي ما بيقولوا بيتوتية، ملهاش دعوة بالسياسة. كانت أم كلثوم هي اللي بتلعب دور السيدة الأولى في مصر، هي اللي بتحمل رسائل وبتروح تقابل رؤساء وملوك. نخش المتحف نتفرج ونحكي. غنت به الأطلال. كنا بنتكلم على دور السيدة أم كلثوم كسيدة أولى لمصر في سنة 67-68. كانت العلاقات بين مصر وتونس كانت مضطربة بين الحبيب بورقيبة وعبد الناصر. راحت السيدة أم كلثوم عملت حفلة في تونس وقابلت الحبيب بورقيبة، وبعدها عادت العلاقات تاني بين مصر وتونس. صوت أم كلثوم طبعا معجزة، ده مش أنا اللي هقول، ده العالم كله اللي بيقول. يعني لو جينا نعمل مقارنة بسيطة كده بين صوت أم كلثوم، مساحة الصوت مثلا، هنقول إنه من أعظم المغنيين في العالم فريدي ميركوري، فريد كوين، أعظم مغنيين بشهادة العالم كلها. مساحة صوته 5 أوكتاف. ويتني هيوستن، ماريا كاري، 5 أوكتاف. ست أم كلثوم 6 أوكتاف. مساحة صوتها أعرض من مساحة صوت أعظم مغنيين العالم. الذبذبات قوة الحنجرة. يعني أم كلثوم مرة كانت بتغني في بيروت في ريفولي. أنا بلف كده عشان بحس أحاول أوريك كل موجود. والميكروفون صفر وهي في الحفلة، فجم بتوع الصوت حاولوا يصلحوا الميكروفون ما اتصلحش. قامت شايلة الميكروفون وحطها على جنب، وخلي بالك هي وراها أوركسترا، أوركسترا صوتها عالي، وغنت واصلة من غير ميكروفون. مش هقول لك الناس اللي ورا سمعوا، لا، الناس اللي ورا طربوا من قوة صوتها وجماله وعدم نشازه. أم كلثوم راحت تغني في فرنسا، عملت حفلتين عشان المجهود الحربي في الأولمبيا، واحد من المسارح الكبيرة في فرنسا. فراحوا يكلموا مع برينو كوكاتريكس اللي هو المدير، هنقول، بتاع المسرح. قالوا له والله السيدة أم كلثوم هتيجي تغني ومش عارف ايه وبتاع. تمام، عملوا اليوفط ومش اليوفط، وانه حد يشتري تذاكر، ما حدش بيشتري تذاكر. الراجل هيتجنن، قال لك انا عامل كل ده ومفيش حد بيجي. الناس مش مصدقه ان ام كلثوم هتغني في باريس. اول ما الطياره بتاعتها نزلت في اورلي، الراجل برنولي ده قال لك طوابير لمده 48 ساعه، طوابير ناس واقفه 200 متر
قال لك دي جامي فيو، ودي كلمته، قال لك ما شفتهاش في حياتي. شارترز من العالم كله، ناس واقفه بالساعات. راح قابل ام كلثوم وقال لها طبعا السؤال المعتاد، حضرتك هتغني كام اغنيه؟ فقالت له اغنيه اغنيتين. الراجل بيحكي بيقول لك انا صعقت، ايه الناس اللي جايه من العالم كله دول عشان تسمع 7-8 دقايق؟ ما يعرفش ان اغنيه ام كلثوم ساعه. الست في حفلات اولمبيا غنت من الساعه 9-9:30 لحد 2:30-3 الصبح، حاجه عمرها ما حصلت في التاريخ هناك. برونو كوكاتيس بيحكي لما حضر الحفله بيقول انا شفت اول مره في حياتي، وانا حضرت حفلات كتير، اول مره اشوف جمهور منوم مغناطيسي تحت سلطه وقوه المطرب. المطرب بيغني والناس كلها قاعده لكنها في عالم تاني. ام كلثوم تطلع بصوتها، الناس كلها في نفس الوقت تنزل بصوتها، يبص على الناس يلاقي الناس كلها في عينيها دمع، تغير حاجه في صوتها الناس كلها تضحك. قال لك انا مش فاهم ايه الحاله اللي هم فيها دي والحاله اللي انا كنت فيها عشان انا كنت زيهم. مسيو كوكاتريكس لاول مره في حياته غالبا عاش حاله احنا العرب نعرفها اسمها الطرب. الطرب دي انا دورت لها على اي كلمه في الانجليزي او الفرنساوي ما لقيتهاش. هي اقرب حاجه ليها ممكن تبقى يوفوريا، تبقى اكستزي، بس كلمه طرب ملهاش مثيل. ولحد النهارده انت ممكن، مش هقول لك تسمع وصله، تبقى قاعد في حته وتسمع جمله من ام كلثوم، تروح في حته كده لوحدك تحس انك انت في عالم تاني. هو ده قوة صوت أم كلثوم، هو ده الطرب. صوت أم كلثوم تعدى محيطنا المصري والمحيط العربي، وتعدى المحيط العربي العالمي. يعني ناس أبعد ما يكونوا عن الموسيقى العربية تأثروا بصوت أم كلثوم. ليد زابلين، فرقة من فرق الروك الشهيرة اللي هي أول بداية الهيفي ميتال، روبرت بلانت المغني بتاع ليد زابلين قال لك صوت ام كلثوم اثر فيا واثر في مزيكتي. بوب ديلان الكاتب والمغني وحاصل على جائزه نوبل نفس القصه. ماريا كلاس، شارل ديغول رئيس فرنسا يقال انه حضر لها حفله الاولمبيا وهو يعني انكوجنيتو من غير ما حد يعرف، بس بعت لها برقيه. البرقيه بتقول ايه؟ قال لها ذبذبات صوتك بتهز قلبي. الهلال الشهير اللي كانت بتلبسه طبعا ألماس حر. وده العود بتاعها. لا يعرف المرأة في عصره. عفوا سيدتي، انت تعرفتي في عصرك وتعرفتي ما بعد عصرك والى ابد الابدين. في ظهري مقياس النيل، مقياس اللي في مانيال الروضة. المقياس ده من اقدم الاثار الاسلامية اللي في مصر. طبعا اتعمل له ترميم كذا مرة، اعتقد السقف اخره كان السقف كان عمله الخديوي عباس، مكتوب كله بخط كوفي. خديوي عباس حلمي اللي عمله. زخارف تحفه. المقياس ده عباره عن 3 فتحات ب3 مستويات بينزلوا على بير، وفي عمود في النص. العمود ده فيه علامات حسب بقى ارتفاع منسوب النيل، المايه بتخش المنسوب اللي تحت او اللي فوق او اللي فوق، بيعرفوا بقى هي وقفت فين. يعرفوا ساعتها هل في فيضان، هل في جفاف. والحته اللي تحت مدوره، البير مدور من تحت علشان خاطر المايه لما تخش بسرعه. في كذا نوع مقياس نيل عندنا، نوع زي في جزيره فيله عباره عن سلالم نازله لحد النيل، وحسب ارتفاع المايه بيعرفوا ساعتها
النيل جاي عامل ازاي، في معبد كومومبو انا بتدخل المياه لحد جوه المعبد، وفي بير مسموح فقط للكهنة وللفرعون انهم يخشوا يشوفوا منسوب المياه، عشان قوة المعرفة السلطة، انه الفرعون او الكاهن يخرج بقى للشعب ويقول له يا شعب انت كنت كويس فالنيل هيجي لك من غير فيضان كبير، انت كنت شعب مش كويس ما دفعتش ضرائب كفاية هيجي لك الجفاف. ورايا بقى الناحية التانية ده قصر مانستيرلي، قصر مانستيرلي كان اكبر من كده، الحتة اللي ورا اتهدت وقت الزلزال حسب ما يقال، واتبنى مكانها محطة مية. القصر مكون من اوضتين، اوضة كبيرة في المدخل دي شهدت اجتماعات انشاء جامعة الدول العربية وقت الملك فاروق، والقاعة التانية فيها أوبب وأنصاف أوبب، دي قاعة موسيقية وبتستخدم لحد النهاردة في أحياء الحفلات عشان انسيابية الصوت. الزيارة 10 جنيه القصر المانستيرلي والمقياس، 5 جنيه متحف أم كلثوم. الزيارة حلوة، المقياس بصراحة يعني اللي بيحب أم كلثوم هينبسط جدا في المتحف بتاعها عشان مقتنياتها وحاجات كده. المقياس حاجة تانية، المقياس لازم تيجي تشوفه عشان تقدر تفهم وتقرا قبل ما تيجي، عشان تقدر تفهم السيستم بتاع المقياس ماشي ازاي، عشان السيستم عبقري بصراحه. اتمنى انكم تكونوا انبسطتوا زي ما انا انبسطت. تاريخنا مليان 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 حكاوي، وكلها حكاوي حلوه. صباح التاريخ، صباح التراث، صباح الفل.